اسمه وليد حجاج، مدير امن معلومات وملقب بصائد الهاكرز. احنا النهارده هنتكلم على اكتر من محور، بس 80% من الكلام اللي انا هقوله هيبقى معتمد على حاجه بتمس حياتكم الشخصيه، واشهر الخدع والحيل اللي بيتم استغلالكم من خلالها ومن خلال السوشيال ميديا كارض خصبه جدا، انه اي حد يمكن يتم استهدافه، سواء طالب، سواء حد كبير، سواء حد مسؤول، سواء حتى حد عادي مجرد انه معاه تليفون وعنده اكاونت سوشيال ميديا. وبالتالي عنوان السيشن النهارده انا مسميها ويك اب كول، يعني حاجه كده بنقول ناقوس خطر لازم كلنا ناخد بالنا. طيب تعالوا نتكلم كده بالارقام. طيب هو في حاجه مش عارف، واضح ان انت مستهدف. لا مش مستهدف خالص. تمام اشتغلت كده. طيب لازم نعرف كم مسمى كده مهم، سيبكم من الكلام طبعا الانجليزي اللي مكتوب، بس انا هقول لكم لان ده بقى سمة العصر والمسميات دي بنسمعها كتير، وللاسف ان في ناس بتطلع بتفسرها باشكال يعني غير الواقع. كلنا بنسمع عن موضوع تحول رقمي. طيب الفيسبوك والسوشيال ميديا محتاجه تحول رقمي؟ لا، لان هي اصلا خلقت او تم انشائها زي اي حاجه من الحاجات المستخدمه والابلكيشنز بتعتمد على الرقميه. وبالتالي في عندنا مسمى اسمه ديجيتال نيتيف وديجيتال مودرنايزيشن. فكره التحول الرقمي هو تغيير نموذج العمل، زي ما الساده الافاضل ذكروا في حاجه اسمها نموذج عمل. نموذج العمل ده اللي هو ازاي بيتم الخطوات، انت بتروح تاخد الخدمه من المرور ازاي، بتاخد الحاجه ازاي، فلازم في اجراءات معينه وبتقف على خزنه. طيب الحاجات دي لو اتعملت اوتوماتيك كلها من خلال سيستم وبتدفع من خلال كارت ائتماني او محفظه بقى تحول رقمي، لكن لو هي اصلا ما بتعتمدش على الكلام ده وهي اصلا اتعملت من الاول على التكنولوجيا فهي ديجيتال نيتيف. كلمه مودرنايزيشن ان احنا كنا على مؤسسه وقلنا هنعمل جزء منها كمبيوتر والباقي ورق وخزنه والكلام ده، فده اسمه تطوير. طيب سيبنا من المصطلحات دي، يهمنا نتفرج بقى على حاجات ليها علاقة بالسوشيال ميديا. السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت أخدت حجم كبير جدا من ناس كتير، وأكتر المصايب والكوارث اللي بتجيلي ناس تسألني بتبقى على السوشيال ميديا، اللي هي أحد المحاور بتاعة التحول الرقمي، حوسبة سحابية، أجهزة وحاجات 3D، منصات تواصل اجتماعي وتكنولوجيا، كل الحاجات المستخدمة دي بيعتمد عليها التحول الرقمي. هفرجكم بقى على الأرقام، سيبنا من المصطلحات كلها، هنتكلم على أرقام السوشيال ميديا وإزاي ممكن حد يتم استهدافك، حتى على فكرة لو أنت مش حد مهم. يعني مبدأ اللي هو أنا حد عادي يا جماعة، الناس هتستهدفني ليه؟ هقول لكم على خدعتين ثلاثة كده حصلوا، أشهرهم على ما الاحصائيات هجيبها لكم على الشاشه. جروبات المدارس بتاعت الاولاد، اولادنا مش بيبقوا عاملين جروبات للمدارس وللدروس وللسناتر والكلام ده، يجي شخص لطيف كده عنده هوايه امن المعلومات، عايز يلعب، عايز يعمل هاكن، فيخش يجمع نمر البنات اللي موجوده على الجروب ويديها لواحد صاحبه، يعمل بيها ايه؟ يبتدي يبعت للبنات دي من ارقام تانية لينكس. اللينكات دي من شأنها حاجة واحدة، استغلال البيانات والمحتوى اللي على الجهاز من خلال منصة السوشيال ميديا، سواء بقى واتساب، سواء ماسنجر، سواء فايبر، سواء أي حاجة، علشان ياخد الصور اللي موجودة أو ياخد سيطرة على التليفون أو يتجسس، يفتح مايك، يفتح كاميرا، يعمل أي حاجة عشان يستغل البنت، يا إما بهدف مادي يا إما بهدف لا أخلاقي، ايا كان الموضوع. وبالتالي نحذر ابنائنا من التعامل مع السوشيال ميديا، لا تثق. لو انا عندك في الفريندز وانت تعرفني على راي صديقي العزيز الاستاذ خالد، اسالني 4-5 اسئله تعرف منها ان انا فعلا الشخص الحقيقي اللي بكلمك، او ارفع سماعه التليفون وكلمني لو بعت لك لينك. لكن ما تثقش في اي حد يبعت لك رابط او حتى يكلمك، لان هو اللي بيحصل كالاتي. مين من الناس اللي موجوده ما بيحطش معلومات عنه على السوشيال ميديا؟ اكيد هتحط بنسب متفاوته. المعلومات دي انا كشخص، وهحكي لكم على نصابات حصلت خلال الاسبوع اللي فات لطيفه قوي. السيناريو كالاتي: الو مساء الخير، مساء النور، استاذ فلان الفلاني، مع حضرتك بنك كذا كذا كذا،
احنا لقينا ان حضرتك بتعمل مسحوبات كتير على مواقع بيع وشراء اونلاين، ففي قيمه ماديه هنديها لك هديه تنزل لك على الكارت مبلغ 1500 جنيه عشان حضرتك بتشتغل على الانترنت وتستخدم الكارت بتاعك كتير. طب تمام شكرا، ايه اللي مطلوب؟ البيانات بس علشان ايه؟ اسم حضرتك ايه بالكامل، العنوان، التفاصيل، الكلام ده كله. طب رقم كارت حضرتك ايه؟ كذا. البين كود بتاعه ايه؟ كذا. الثلاث ارقام اللي ورا ايه؟ تاريخ الانتهاء ايه؟ تمام. حضرتك نص ساعه وهيبقى عندك ال 1500 جنيه في الكارت. ولو عندك حد تحب ترشحه ممكن ترشحه لنا، بس بشرط انه يكون اشترى ولو مره واحده من على الانترنت. ماما جنبي، خد من ماما، بابا، اخويا، اختي، خمس تنفار في الاسره. في نفس اللحظه اللي هو بيكلم الشخص الضحيه فيها كان في واحد قاعد جنبه بياخد البيانات اللي بياخدها من على التليفون بيعمل بيها ايه؟ بيدفع 5000 جنيه على اعلانات على الفيسبوك. هو حد تاني عنده صفحه على الفيسبوك بيدير اعلانات فبيدفع 5000 جنيه، فخد من كل فرد من الاسره 5000 جنيه في 10 دقائق بمحض اراده الشخص. او تلاقي تليفون جاي لك على سبيل المثال، مساء الخير يا فندم، مساء النور، حضرتك انت بتبيع شقق وتشتري كتير على موقع كذا كذا الاونلاين. هو بيعرف منين يستهدفك؟ من السوشيال ميديا بتاعتك. لان انا النهارده بمنتهى السهوله واي حد فيكم يجرب الكلام ده، جرب تتابع حد على السوشيال ميديا هتعرف عنه معلومات كتير، بيروح فين، بياكل ايه، مستواه الاجتماعي، اهتماماته. الحاجه الاهم اللي الاستاذ خالد ذكرها من شويه في الكلام برضو، اتكلم على الباترن او النمط. كل شخص فينا سلوكه على الانترنت يمثل بصمه. شخصيه لطيفه قوي قابلتها في مره من المرات بتقول لي انا ساعات لما بحتار بفتح الفيسبوك بلاقي ربنا بيبعت لي رسائل تقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه. قلت لها لا، هو ما فيش حاجه كده حضرتك، هي في حاجه اسمها سلوك. السوشيال ميديا بدات بتتنبأ كمان انت ممكن تعمل ايه، وده يندرج تحت بند الالجوريزم او الذكاء الاصطناعي. يعني لو حضرتك اتجوزتي، فقبل ما بتتجوزي بتعملي مجموعه من الاجراءات انك بتسيرشي على حاجات ليها علاقه بالفرح. فبعديها بشويه بقيتي ربنا رزقك بطفل او حامل، فبتبتدي تخشي تشوفي الدكاتره والحاجات اللي موجوده اللي ليها علاقه بالحمل. بعد 9 شهور هتلاقي الفيسبوك بيجيب لك حاجات عن المولود الجديد اوتوماتيك. هو عارف منين؟ ما دام كنت بتعملي سيرش اكيد كنت حامل، يبقى اكيد بعد 9 شهور هتخلفي، وهكذا. بيقدر يتنبأ. اقول لكم على موقف تاني برضو لطيف، لما يكون شخص على سبيل المثال متعود دايما يسافر دوله معينه مع لابتوب معين، جه في مره من المرات خد اللابتوب التاني الجديد اللي جايبه عشان اللابتوب القديم بتاعه البطاريه بايظه، وحط الجهازين في الاوتيل شويه وفتح الفيسبوك. هو فكر مع نفسه، لا اتكلم ولا كتب ولا سال ولا قال لاي حد، فكر انه عايز يشتري شنطه بتشيل 2 لابتوب. اول ما فتح الكمبيوتر لقى اعلانات بتقول له اعلانات عن شنط بتشيل 2 لابتوب. طب الفيسبوك ايه، واصل على دماغنا يعني؟ عرف منين؟ هو تنبأ من سلوكك. ولما لقى الاكاونت بتاعك داخل من جهازين من مكان انت اول مره تيجي فيه ب2 كمبيوتر، وهو متعود انك بتيجي هنا باللابتوب الواحد اللي معاك ده، فعرف ان انت ممكن تكون محتاج كسلوك انساني، مع كمان انه عارف مثلا انك بتشتري اونلاين، مع ان هو مذاكر الباترن او النمط بتاعك، فيقدر يحدد اهتماماتك ممكن تبقى ايه في الفتره اللي جايه، لدرجه ان هو ممكن يقترح عليك حاجات تكون انت هتفكر فيها لسه ما فكرتش فيها. طيب اهم معايير عندنا في امن المعلومات او في حمايه معلوماتنا هي الاركان اللي قصادنا دي، اللي هي كالاتي: فيزيكال سيكيورتي، الامن المادي، الامن اللي هو العمليات، امن المادي يعني الباب، الكلاب، القفل، الاكسس، الحاجات العاديه. يجي بعدها امن العمليات، يجي بعدها السكيورتي، يجي بعدها اللي هي النتورك سكيورتي، امن الشبكات، يجي بعدها كمان الاتصالات، واهم معيار فيهم ايه؟ بيرسونال سكيورتي. ده يهد كل اللي فاتوا اللي هو الامن الشخصي. يعني حضرتك مفيش حاجه اسمها زي ما بنشوف كده في التلفزيون اضرب الكود الفلاني تعرف انت مخترق ولا لا. غلط، مفيش حاجه كده خالص. يمكن كان من 15 سنه كان في حاجه كده. ليه؟ لان كان برنامج واحد بس اللي بيتجسس، وكان معروف الكود اللي بيظهره ايه. لكن دلوقتي كم البرامج بقى كتير، ففكره ان حد يقول لك اضرب الكود الفلاني تعرف مخترق ولا لا، الكلام ده غير صحيح. الحاجه الاهم من كده ان انا مهما عملت سيستم قوي وجبت سوفت وير قوي، غلطه واحده من حضرتك من خلال سوشيال ميديا
هتعملها انك تدوس على لينك او على رابط او يجي لك ايميل باستغلال معلوماتك برضو على السوشيال ميديا. اقول لكم على حاجه، مين هنا يعرف الفكره بتاعه الكود اللي بيجي في رساله عشان تفتح اكاونت؟ انك لازم عشان تفتح اي اكاونت سوشيال ميديا بتاعك او ايميل بعد الاسم وكلمه السر مش هيفتح الا لما تدخل الكود اللي جالك على موبايلك. مين مشغل خاصيه زي كده؟ عارفينها يعني. طب الناس اللي ما تعرفهاش عشان نتكلم عليها، في خاصيه اسمها المصادقه الثنائيه او سكند ستيب فيريفيكيشن، ان حضرتك لما تيجي تفتح السوشيال ميديا اكاونت بتاعك لازم بعد الاسم وكلمه السر يجي لك كود في رساله على موبايلك. هل يمكن اختراق الخدعه دي؟ حته الرساله بتجي لك على الموبايل دي، هل حد ممكن يعديها ويفتح حسابك؟ مين بيقول اه؟ ولا واحد؟ واحده، اثنين، ثلاثه، اربعه، خمسه. طب بصوا يا جماعه، حتى دي يمكن اختراق حسابك وحد يخش على حسابك من خلالها. ازاي؟ في واحد اسمه كيفن، كيفن ده مؤسس علم اسمه الهندسه الاجتماعيه. ايه بقى الهندسه الاجتماعيه؟ الهندسه الاجتماعيه دي يا جماعه هقول لكم ازاي الاول بتستخدم وبعدين هقول لكم في دي، هي تغيير ثقافات الشعوب. هي ما اتعملتش في الاساس عشان كده، هي اتعملت في الاساس هي ان انا بذاكر سلوكك عشان اعرف استهدفك ازاي، اللي هي كلنا بنعملها. لو حضرتك حد ضايقك ورحت تحكي لاخوكي ان فلان ضايقني، اول حاجه بيسالها لك ايه؟ اسمه ايه؟ بيشتغل فين؟ تجمعي معلومات عنه، صح كده؟ بعد ما بجهز المعلومات دي واجمعها ابتدي احضر سيناريو اهاجم بيه، وبعد كده اهاجم، صح كده؟ او اتعامل مع الموضوع. هي دي السوشيال انجينيرنج او الهندسه الاجتماعيه، ان انت تذاكر السيناريو بتاع الشخص اللي انت عايز تعمل معاه حاجه وتجمع عنه معلومات عشان تعرف تتعامل معاه. وده اللي بيحصل على السوشيال ميديا، هو بيجمع عنك معلومات بيديها للذكاء الاصطناعي علشان يطلع لك اوتبوت. ده كمان بقى يستغل ضد الشعوب وبعضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بان هو بيبث محتوى مغلوط او مكتذب او محرف او حاجات تتنافى مع العادات والثقافات بتاعتنا، ولكن في شكل مقبول عندك، او بمعنى اصح هو تغيير ثقافات الشعوب لجعلها تقبل محتوى كان غير مقبول لديها يبقى مقبول لديها باستغلال الثقافه والدين والعادات والتقاليد والحاجات اللي احنا كلنا نعرفها. وده الدول كلها بتعمله ضد بعضها، وبالتالي احنا وصلنا دلوقتي لثقافه كانت زمان غريبه. اما كنت الاقي واحده ماشيه ببنطلون مقطع كنت زمان اديها فلوس، النهارده كل ما تقطع اكتر كل ما بقى معاها فلوس اكتر، صح ولا انا بتكلم غلط؟ النهارده لما بتلاقي شخصيه ما كده راجل يعني بس مش مركز تمام في حياته يعني، فكان زمان ما يقدرش يتحرك من بيته، النهارده بينزل وبيتعامل في الشارع، وبقينا بنبص وندور وشنا، بقينا نقبل حاجات ما كناش بنقبلها. كل ده اثر علينا من خلال السوشيال ميديا. انا مش بخوفكم من السوشيال ميديا ومش بقول لكم ما تستخدموش السوشيال ميديا، لان احنا لو بعدنا عن التكنولوجيا هنبقى في جزر منعزله وجهله، ولكن لازم اما نستخدم الحاجه نعرف المحاذير لاستخدامها. ما ينفعش حضرتك تسوق عربيه وانت ما بتعرفش تسوق، اول حاجه هتعملها هتلبس في عمود. ما ينفعش حضرتك تتعامل مع السوشيال ميديا وتشيل موبايل وانت مش عارف ان ممكن يستهدف ابنك ويضرك انت واسرتك. طب اقول لكم على حاجه، اكم من حالات الطلاق بسبب السوشيال ميديا. شفت بقى جوز اختك جاب لها ايه؟ بص بقى فلانه. طب اقول لكم على موقف كوميدي. في احد الزيارات كنت عند حد، يعني الحد ده تحتي جيران انا اعرفهم وعندي على السوشيال ميديا، فانا طالع سامع خناقه والناس بتتخانق والراجل ومراته بيقطعوا بعض، بيقطعوا بعض بمعنى الكلمه. فبعد ما طلعت وانا قاعد عنده بقى بقلب كده على السوشيال ميديا فيسبوك اكاونت، فلقيت حب وغرام في بعض، فقلت ايه ده؟ ايش الشيزوفرينيا دي؟ ده في نفس اللحظه يعني، اللي هو الناس عندها شخصيتين، شخصيه على السوشيال ميديا وشخصيه حقيقيه، وبالتالي لا تثق في اللي انت بتشوفه على السوشيال ميديا نهائي حتى لو كان فيديو. ليه بقى حتى لو كان فيديو؟ هقول لكم، بس خلينا الاول ايه؟ نشوف ال اقلب بس من هناك عشان ايه؟ دي احصائيات كده، الاحصائيات دي بتتكلم على 2019 ايه العدد بتاع الناس اللي كانت بتستخدم السوشيال ميديا؟ هنلاقي 19% على مستوى العالم، دي على مستوى العالم 19% ذكور قصاد 13% اناث من سن 25 لسن 34، ده فيسبوك وانستجرام. هنلاقي في مصر بقى من 25 سنه ل 34 سنه الذكور ما شاء الله متفوقين 21% قصاد الاناث، ده فيسبوك وانستجرام.
لو جينا نبص على بقيه مواقع التواصل الاجتماعي هنلاقي مثلا على سبيل المثال في زياده 8.6% لمستخدمي مصر على السوشيال ميديا، زادوا عن سنه 2018، في حين ان عدد شرائح الموبايل بتاعت المواطنين المصريين قلت 9.4%. احنا تعدادنا بتعداد يناير 2019 100.3 مليون، عدد شرائح الموبايل قل، اللي معاه 3 بقوا 2 واللي معاه 4 بقوا 3، قل 9.4%، لكن السوشيال ميديا زادت 8.6%. هنلاقي كمان ان العمر من 18 ل 24 الذكور برضو متفوقه 19% قصاد الاناث. ده يدينا مؤشر لايه؟ ان الفئه العمريه من 25 سنه ل 34 سنه او من 18 سنه ل 34 سنه هم اكتر ناس بتستخدم السوشيال ميديا، اللي هو الجيل الجديد اللي ذكره صديق العزيز الاستاذ خالد، قال ان الشباب الصغير هم اكتر ناس. ده يدينا مؤشر لحاجه تانية اخطر، ان لما حد يحب يستهدف شعب يستهدفه من خلال السوشيال ميديا، لان هي دي بقت دلوقتي اسرع وسيله، واكتر ناس اللي هم هيقودوا البلد عايز تهد دوله العب في دماغ الناس اللي سنهم صغير. ليه؟ عشان كمان 15 سنه هم اللي هيقودوا الدوله، الكبير خلاص عارف وفاهم. هقول لكم على حاجه، اللي منكم عايز يجرب تعرفوا تاثيرها عامل ازاي، تعرفوا ويكيبيديا؟ مين بيعترف ان ويكيبيديا دي مصدر موثوق فيه؟ الكلام ده خاطئ تماما. الويكيبيديا دي ناس بتحط كلام من عندها، لكن ما هواش مصدر يتم الاعتماد عليه. لو دخلتوا على ويكيبيديا وشفتوا مين اللي انتصر في حرب اكتوبر دي موجوده دلوقتي، هتلاقيه يقول لك اسرائيل حرب 73، هيقول لك اسرائيل هي اللي انتصرت، مصر انتصرت مش عارف ايه، واسرائيل انتصرت بجد. فيا جماعه الكلام ده بعد شويه هيبقى عقيده عند الشباب لو احنا مش عارفين نميز ما بين المكان اللي نجيب منه المعلومه والمكان الخاطئ اللي ممكن يبث منه معلومات خاطئه، بالذات كمان ان الفتره اللي جايه، ودي اللي هختم بيها كلامي عشان ما اطولش، في حاجه اسمها سمارت جريد او كلاود. الكلاود حد سمع عنها؟ هارد ديسك كبير للكره الارضيه، حد يعرف عن الهارد ديسك الكبير بتاع الكره الارضيه؟ عارف ايه عنه؟ هو الكلام اللي بتقوله صحيح، هي عباره عن وحده تخزين كلاود زي الاي كلاود، زي الجيميل كلاود، زي جوجل درايف، زي الكلام ده كله، ولكن للكوكب، كوكب بتاعنا كل الدنيا. والكلام ده حقيقي وبيحصل، والبنتاجون دفع فلوس لمايكروسوفت والامازون للتعاون عشان ينتجريت الداتا بتاعته او يبقى فيه تفاعل مع السمارت جريد. جه واحد اسمه ايلون ماسك، عارفين ايلون ماسك اللي قال اكس سبيس وانترنت من الساتلايت؟ هتسمع عنه؟ ده مالتي ملياردير. ده عمل ايه بقى؟ قال يا جماعه احنا على 2025، مين شاف فيلم ماتريكس؟ ماتريكس على 2025 كلنا هنبقى واصلين على الكمبيوتر من دماغنا، يعني هيجي كل واحد فينا خرمين كده ورا ودانه زي الافلام الاجنبي اللي بيقولوا ده. على فكره مش جنان، وما تقولوش الراجل ده بيقول كلام دي راحت منه، الكلام ده موجود وبدا في السويد، في 3000 مواطن سويدي زرع ما بين الصبعين دول حبايه كده قد حبايه الرز اكبر منها شويه، بتخليه يقدر يفتح باب، يفتح اكاونت، يدفع فلوس، يقطع تذكره طيران وكانها الرقم القومي بتاعه ما بين صوابعه، زي السوبر ماركت. مش انت ما بتشتري مثلا علبه لبن بيروح ضارب الباركود من المكنه، المكنه دي نفس القصه بيحطها على ايده يقرا منها يخصم من حسابه البنك. جميل. ايلون ماسك قال هيعمل ايه بقى؟ خرمين ورا الودان، واصلين بمستشعرات للمخ، لان هو مؤمن بنظريه ان حاسه اللمس دي بطيئه، حاسه النظر، الحواس بتاعت البني ادم الطبيعيه بطيئه للتعامل مع سرعه التكنولوجيا اللي جايه، فعايز يعمل ايه؟ يبقى التفاعل من خلال كهربه المخ. فالسنسورز اللي راكبه دي هتستشعر حضرتك بتفكري انك جعانه، فيجي لك في دماغك اماكن المطاعم. مش محتاجه تعملي سيرش، زي ما عملت سيرش على جوجل اللي هم شافوا اللي 8 جيجا غالبا، فخدوا الفكره مننا. محمد سعد ده جبار يا جماعه، خدوا الفكره مننا وعملوها هم بره بقى، سبقوه. الامكانيات برضه بتفرق. ففكره السنسورز دي قال على 2030 هتبقى موجوده، ومش بس كده، الناس هتروح بمزاجها. ليه الناس هتروح بمزاجها؟ الادكشن والادمان. مين فينا ممكن ما يبقاش معاه فلوس ويغير موبايله؟
او معاه مصادر قليله من الفلوس ويخلي تغيير الموبايل او الجهاز التابلت او الكمبيوتر بتاعه هو نمره واحد. وتلاقي الناس ماشيه بايه؟ احدث موديلات. طب يا ابني بتشتغل؟ لا ما هو بابا بقى. بابا هو اللي هيعمل ايه؟ يمكن انت فتحت له من باب كده حاجات كتير في ذهنهم. يمكن ناس كتير جدا من الجمهور حابين بقى ان هم يسالوا عن بعض في حاجه صغيره بس بتاعت السمارت جريد وهقفل خالص. وبالتالي الناس هتروح بمحض ارادتها تتوصل بالسمارت جريد تحت مسمى عايز تبقى اكثر ذكاء، تتوصل بدي عشان تقدر تعمل عمليات حسابيه سريعه. شئنا ام ابينا ده هيحصل. قبلنا رفضناه، في ناس كتير رافضه السوشيال ميديا ومع ذلك بتتعامل معاه علشان بقى هو مصدر دخلها. مش عايز اطول اكتر من كده، انا فتحت لكم في اكتر من موضوع، اتمنى تكونوا استفدتوا مني حاجه. ومش بقول لكم ابعدوا عن التكنولوجيا، ولكن اتعاملوا معاها بحذر. بشكركم جدا، سلام عليكم. شكرا.